السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم معنا شارح تصميم قالب للآيات والسور القرآنية مثل القوالب التي تعرض في القنوات الفضائية. طبعا بعد الشرح بإذن الله تعالى سنستطيع تصميم قالب مثل هذا القالب من البداية من الصفر. نحتاج إلى برنامجين فقط، برنامج الفوتوشوب والآفتر إفكت في الكمبيوتر. البرنامج الأول برنامج الفوتوشوب، هذا برنامج الفوتوشوب. نفتح صفحة جديدة. القياسات 1900، أنا أحتاج هذا القياس 1920 × 1080، هذه الصفحة. نحضر مجموعة الألوان، أنا سبق اخترت مجموعة ألوان، هذه الألوان التي سأستخدمها بإذن الله تعالى في التصميم. في البداية الخلفية نصب الخلفية بهذا اللون، اللون الفاتح. أنا في البداية سأستخدم اللون الأول واللون الثالث واللون الأخير. اللون الأول هنا، نستخدم اللون الأول. هذه الخلفية، صبغنا الخلفية باللون الأول. بعد تلوين الخلفية بهذا اللون نضغط ضغطتين هنا ونضع باترن للخلفية. طبعا أي باترن موجود عندك من الباترن الموجود في الفوتوشوب، أنا عندي مجموعة من الباترن تسمى زخارف إسلامية، اخترت هذا الباترن. أنت تستطيع اختيار أي باترن وتستطيع جلبه من تكتب في جوجل زخارف إسلامية باترن ثم تختار هذا الباترن. هذه الآن الخلفية، لن نحتاج هذه الخلفية في أي أمر آخر. نقفل الخلفية ونضع الآن لير جديد ونرسم في اللير الجديد الجزء الأيسر من الجزء الأيسر من التصميم الذي يوجد فيه صورة المسجد. كيف نرسم هذا الجزء بانحناءاته؟ نستخدم أداة البنتول. هنا أداة البنتول في الفوتوشوب، نستخدم أداة البنتول في الفوتوشوب لنرسم نستخدم أداة البنتول لنرسم هذه الرسمة. الآن نعمل هنا هذه لن نحتاجها الآن. الألوان نخفي الألوان الآن. الآن نعمل الانحناء الكيرف هنا، الانحناء في نعمل الانحناء هنا. من أداة البنتول نختار هذه الأداة هنا الأخيرة في البنتول ونضغط هنا لنستطيع التحكم في انحناء هذا. هنا يكفي عندي، وهنا أيضا نضغط على نستمر إلى أن نحصل على الشكل الذي نريده. الآن حصلت على شكل مناسب تقريبا لي. نضغط هنا على باث، نضغط على باث ثم هذا الاختيار. ونرجع إلى الليارات. ورجعت إلى اللير لأن أريد أختار اللون، أريد أن أختار هذا اللون، هذا اللون لنصبغ هذا الجزء، نصبغ هذا الجزء في لير جديد، في لير جديد. نختار أداة التلوين هنا،
هذه الآن نخفي الألوان ونضغط على كنترول دي لإخفاء التحديد، لإخفاء التحديد. الآن حصلنا على هذا الشكل وهذا الكيرف، حصلنا على هذا الشكل وهذا الكيرف. بعد حصولنا على هذا الشكل، بعد حصولنا على هذا الشكل وهذا الكيرف، نقوم بالضغط على، طبعا الآن أنا أحدد هذا اللاير وأضغط على كنترول جي ليعمل لنا دوبلكيت لهذا اللاير. طبعا أصبح عندي لايرين، أصبح عندي لايرين بالأسهم، بالأسهم أستطيع تقديم اللاير الذي في الأسفل، أستطيع تقديمه وسأعطيه لون مغاير، سأعطيه لون مغاير من ألوان، سأختار اللون الذي في الوسط هذا اللون، اللاير الذي في الأسفل سأقوم بتغيير لونه. الآن أقوم بتغيير لون اللاير الذي في الأسفل باللون الجديد. أضغط Ctrl D. الآن أصبح معي هذا الشكل، هذا الشكل. بقي التحديد باللون الأبيض، سأقوم بعمل دوبلكيت آخر لكن أغير اللون هنا إلى اللون الأبيض، وأعمل أيضا لهذا اللاير مرة أخرى كنترول جي، والذي في الأسفل أقدمه قليلا، طبعا يجب أن تختار هذه الأداة للتقديم، وأقوم بصبغه إما بهذه الأداة أو بالضغط عليه مرتان هنا واختيار الكالر هنا إلى اللون الأبيض، ونذهب إلى اللاير الذي في الأسفل وأيضا كنترول جي دوبليكيت. يجب عليك تعلم الاختصارات ليسهل عليك استخدام الفوتوشوب. هنا اللاير الذي في الأسفل أيضا نضغط هذه الأداة ونقوم بتحريكه قليلا ونضغط مرتان هنا ونختار كالر. الآن نجمع هذه الأشكال مع بعضها لتصبح لاير واحد، هذا الحاجز، هذا الفاصل بين الخلفية وهذا اللون، نجعله لاير واحد. كيف نجعله لاير واحد؟ هذا اللاير وهذا اللاير وهذا اللاير، ثلاث طبقات، نجعلها في لاير واحد هكذا، نضغط الثلاثة ثم نختار مارج، نجعلها في لاير واحد. بعد ذلك الآن لو أخفينا هذا اللاير، انظروا هنا، هنالك جزء أبيض هنا من هذا، من هذه الطبقة، من هذا اللاير، نريد قص هذا الجزء. كيف نقص هذا الجزء؟ نختار هذه الأداة، نختار هذه الأداة أو ونضغط هنا لتحديد هذا اللاير، أو الطريقة الأخرى، الطريقة الأخرى، نأتي إلى هذا اللاير ونضغط كنترول ونضغط على هذا اللاير مع الكنترول ليتحدد هذا اللاير، ثم بعد ذلك نذهب إلى اللاير الذي نريد قصه بهذا التحديد ونضغط نختار هذا اللاير. الآن بعد أن اخترنا حددنا هذا الشكل، كيف نحذف اللون الأبيض؟ نذهب إلى هذا اللاير ونختار هذا اللاير ونختار delete. الآن استطعنا قص اللون الأبيض الذي في الخلفية. انظروا، إذا أخفينا هذا اللاير ستظهر هذه الخلفية.
نعم استطاع نقص الجزء من اللاير، هذا الجزء المحدد من اللاير، نضغط كنترول دي لإخفاء التحديد. الآن أصبح معنا لاير أو طبقة لوحدها، هذه انظروا مع بعضها. الآن يوجد عندي باترين بالحروف العربية، سأختار هذا الباترين ليظهر الجمالية لهذا الجزء. سأختار هذا الباترين، أحدد هذا الفاصل وأضغط على إما من هنا باترين أو هنا مرتين. تفتح معي هذه اللوحة، هنا باترين، أختار الباترين وأختار باترين الحروف العربية. هذا هو تستطيع إحضاره، باترين الحروف العربية من أي موقع تكتب باترين الحروف العربية وستستطيع إحضاره. الآن مقاس الحروف صغير غير واضحة، أكبر الحروف حتى تتضح معي. نعم الآن الحروف واضحة، ممتاز تناسب. شفافية، تختار الشفافية التي تناسبك أنت. أنا هنا إلى 30% مناسب بالنسبة لي، 30%، لكن لا أريد الحروف أن تطغى على الآيات التي ستظهر فيما بعد، أريدها فقط جمالية. 25 مناسب. طبعا اخترت هنا المود سكرين، يعني لو اخترت نورمال ستكون الحروف حتى على اللون الأبيض، أنا لا أريدها على اللون الأبيض، فأختار سكرين لتكون فقط على هذا اللون، اللون الأزرق. أيضا أريد إضافة بعض الظل لهذا الفاصل، نضغط مرتين هنا، نختار هنا نقوم بعمل بعض التعديلات، يخرج معنا بهذا الشكل. انظر هنا، طبعا أنت تستطيع تغيير أي شكل تريده من أشكال الظل هنا أو أشكال، إلى أن تخرج بما يناسبك. انتهينا من الفاصل، الآن بقيت معنا صورة المسجد هنا، نضيف صورة المسجد لهذا اللاير، لهذا اللاير. كيف نضيف الصورة فقط لهذا اللاير؟ نذهب أولا نحضر صورة مسجد، أي صورة تناسبك. أنا عندي هذه الصورة، الآن أحضرنا الصورة، هذه الصورة، نأخذ الصورة إلى التصميم ونضع الصورة فوق هذا اللاير الذي نريد وضع الصورة داخله، نريد وضع الصورة داخل هذا اللاير فقط. نقوم بتكبير هذه الصورة حتى تكون أكبر من اللاير، سأقوم بعكس الصورة أفضل بالنسبة لي، هنا عكسها أفقي، ممتاز مناسبة هكذا. كيف أضع الصورة داخل اللاير فقط؟ نضغط كنترول ألت جي، كنترول ألت جي، انظروا هنا خرج لنا هذا السهم، انظروا خرج لنا هذا السهم، إذن هذه الصورة داخل هذا اللاير فقط، هذه الصورة داخل هذا اللاير فقط، انظروا لو حركت الصورة الآن لن تخرج عن هذا اللاير، انظروا سأحرك الآن الصورة، انظروا لن تخرج عن هذا اللاير أبدا، فقط داخل هذا اللاير. بقي معنا أمر آخر، لون الصورة، سنغير لون الصورة. الآن نغير مود الصورة، طبعا هذا اللي نحتاجه يكفي، نغير مود الصورة. كيف نغير مود الصورة؟ هكذا نأتي
إلى اللاير ونضغط هنا ونختار المود المناسب. أنا هذا المود مناسب لي، هذا المود مناسب لي لألوان الصورة. طبعا أريد فقط تعريض الصورة قليلا، نجعلها أكبر قليلا. مناسب جدا. الآن سأرفع هذا اللاير الآلة. الآن انتهينا من الخلفية، انتهينا من الخلفية. بقي معنا هنا مكان كتابة الآيات، مكان كتابة الآيات. بقي معنا الزخرفة لكتابة الآيات. نذهب أنا حضرت هنا بعض الصور وبعض هذه الزخرفة. نضغط اختصاص، نختار هذا، نضغط كنترول اكس، نذهب هنا كنترول في لصق. انتم ترون الان هنا هذه صغيرة على الشكل او على الايات. كيف نستطيع تكبيرها؟ لو اخترنا هكذا وكبرناها لن تكون متناسقة. انظروا يكبر حتى هذا الجزء، هذه غير مناسبة لنا، غير مناسبة. الافضل ان نعمل حركة افضل. هنا نختار هذه الخطين، نختار هذه الخطين ونختار كنترول اكس قص، ثم كنترول شيفت في مع الشيفت لترجع في مكانها بالضبط، ترجع في مكانها بالضبط. الآن رجعت في نفس المكان. بعد أن رجعت في نفس المكان نرجع لهذا الشكلان ونجعل كل جزء منهم في لاير خاص به. كنترول اكس وكنترول شيفت في ليرجع إلى نفس مكانه. ثم نختار السهم، نختار التحديد، هذا التحديد، ونذهب بهذا الجزء إلى أقصى مكان. طبعا عندنا هنا جزء غير مرغوب، هذا الجزء غير مرغوب، نختار حذفه، ديليت. أصبح عندنا ثلاث أجزاء. هذا الجزء الأيمن أو الزخرفة اليمنى، وهذه الزخرفة اليسرى، وهنا هذا الخطان، هذا الخطان. الآن نضغط كنترول تي على هذا، نضغط كنترول تي ونسحب هذا الجزء. طبعا هنا لن يتشوه لأنه خط عادي جدا. نكبر حتى نتأكد. انظروا اكتملت. نضغط كنترول صفر ليعود مقاس الصورة كما كان. الآن هذه الزخرفة للآيات. بقي معنا أمر آخر، ندمج هذه الثلاثة. نختار هذه الثلاثة ونضغط ميرج لاير، دمج اللاير. أصبحت لاير واحد. أيضا نستطيع وضع مربع أو مستطيل، آسف، نستطيع وضع مستطيل هنا من الزاوية إلى هذه الزاوية بدون ستروك، بدون حدود. واللون نختار اللون، هذا اللون أيضا نريد أغمق قليلا.
تأكد إن بدون سترايك. نسحبه أسفل الشكل، طبعا نسينا أمر هذه لن نحتاجها، أكفي. نلون، نضغط مرتين على هذا اللاير لتلوين هذه الزخرفة بمناسب، طبعا نختار كلر هذا اللون مناسب جدا، يكفينا هذا اللون، لكن أريد فقط هنا تفتيحها قليلا. ممتاز، مناسب الآن. أنت تختار الألوان التي تناسبك، كل تصميم له لون وألوان تناسبه. انتهينا من هذا الشكل. الآن تبقى معنا كتابة اسم الصورة فوق اسم الصورة، تختار اسم الصورة، بقي معنا اسم الصورة. أنا الآن سأضع اسم صورة ياسين، لكن انتبه أن يكون امتداد الاسم أو المخطوطة BNG بدون خلفية، يكون بدون خلفية. نختار اسم الصورة، نسحب اسم الصورة هنا، ممتاز، ونضغط هنا مرتان لتلوين اسم الصورة، كالر هنا، ونختار اللون الذي يناسبنا، هذا اللون مناسب بالنسبة لي. بقي كتابة اسم الشيخ، تكتب اسم الشيخ الشيخ مثلا الشيخ سعود عشرين. حسب ما تريد أن تختار من هنا الخط الذي تريده. طبعا الخطوط كثيرة جدا، كثيرة جدا الخطوط عندي، لكن تستطيع الخط، هنالك أكيد 3 4 5 خطوط، 6 خطوط تستخدمها دائما. تضع أمام هذه الخطوط نجمة، تضغط على هذه النجوم تكون هذه الخطوط في المفضلة. عندما تأتي إلى هذه المفضلة تجد الخطوط المفضلة لديك دائما، فقط الخطوط المفضلة. أنا هذا الخط يعجبني، هذا الخط نقوم بتكبيره قليلا، ممتاز. نبعد الخط قليلا عن الآيات. الآن كيف تصدير هذه اللايرات؟ كيف تصدير هذه اللايرات؟ تصدير هذه اللايرات يكون هكذا، نخفي جميع اللايرات. أول شيء الخلفية هنا، هذه الخلفية، نذهب إلى هنا، تصدير، ونقوم بتصديرها بصيغة البي إن جي أو الجي بي جي، هذه بالذات عادي بيجي. صدرنا الخلفية، يكفي. الآن الثانية هنا، انظروا الثانية هنا، يتم تصدير الصورة مع المسجد، الصورة مع المسجد. بينجي هذه الثانية اللي هي رقم 3، هذه رقم 2، هذه رقم 3، هذه رقم 4، هذه رقم 4، رقم 4، هذه رقم 2، وهذه رقم 3، الآن رقم 4. بعد انتهينا من رقم 4، هذه رقم 5،
رقم 5 نصدر أيضا PNG لتكون الخلفية شفافة. أخيرا يبقى معنا طبعا هذه صورة ياسين واسم الشيخ، تستطيع عدم تصديرها وكتابتها وسحبها في برنامج الأفتر إفكت. هذا رقم 6، وأخيرا هنا الشيخ، كتابة اسم الشيخ، تستطيع كتابته هنا وتستطيع كتابته هناك في برنامج الأفتر إفكت. طيب انتهينا الآن من الفوتوشوب، ننتقل الآن إلى برنامج الأفتر إفكت. الآن بعد تجهيز الليرات، هذه الست ليرات بعد تجهيزها، نفتح برنامج الأفتر إفكت. ثم في البداية نستطيع اختيار كومبوزيشن جديد، لكن الأفضل حتى تحصل على نفس المقاسات أنك تحضر من هنا الخلفية. طبعا هنا في رقم 3، هذا رقم 3، هذه الست ليرات الخلفية. أولا في الخلفية نحضر الخلفية هنا، ثم نسحب الخلفية على هذه العلامة، علامة الكومبوزيشن هنا، ليعطينا نفس مقاسات التصميم، طبعا طول التصميم تستطيع الضغط هنا، ومن خيارات الكومبوزيشن تستطيع اختيار أو مدة التصميم حسب المدة التي تحتاجها. طبعا لن نحتاج مدة طويلة، تكفينا 6 ثواني تكفينا. طبعا أبعاد الكومبوزيشن هنا، أبعاد الكومبوزيشن هنا نفس أبعاد التصميم، لأن سحبناه من هنا في صورة على الكومبوزيشن. هذه الآن الخلفية، بعد الخلفية نحضر ماذا؟ هذه رقم 2 الخلفية، نحضر رقم 3، هذه صورة المسجد هنا، ونسحبها فوق الخلفية، هنا. الآن تصبح في مكانها بالضبط، لأن قياساتها قياسات نفس قياسات الكومبوزيشن كامل. هذه رقم 3، رقم 4 الفاصل، هنا، هذا الفاصل، نحضر الفاصل وأيضا نضعه في الأعلى، هذا رقم 4، هذا الفاصل. رقم 5، هنا صورة ياسين، أو رقم 5 نتركه قليل هنا، رقم 5، رقم 6 صورة ياسين، نحضر رقم 6 صورة ياسين، احضرناه هنا. رقم 7 اسم الشيخ، ونستطيع كتابته أيضا في الأفتر إفكت. الآن بقي معنا هنا، طبعا أنا أخرت المتعمد، المستطيل أو المربع، مستطيل كتابة الآيات. لماذا تأخرت بإحضاره؟ لأن هذا، الآن نحضره، انظر، هذا رقم 5. الآن أبعاد هذا الكومبوزيشن، انظروا أبعاده، إذا أردنا أن نتحرك هذه الزخرفة، إذا أردنا حركتها نحتاج أن نقص حدود الصورة، كيف نستطيع قص حدود الصورة؟ أولا نأتي إلى هذه الصورة، نجعل هذه الصورة composition pre-composition، هذه الصورة نضغط عليها مرتين يفتح لك هذا الكومبوزيشن، ونختار هذا الخيار هنا لقص هذه الصورة، انظر هنا، نحاول أن نجعله متساوي، طيب هذه الصورة، نذهب إلى Composition ثم Group هنا ليقص لنا فقط، انظر
قص لنا فقط هذا الشكل. ما فائدة هذه الحركة؟ الآن نرى، الآن نرى طبعا يتغير مكانها وتغير الوسط. انظروا هنا وسط، فعلا جاء في وسط هذا الشكل، في وسط هذا الشكل. نسحب هذا الشكل إلى المكان الذي نريد، وضع الآيات فيه، ممتاز. الآن ترون بعد قليل الفائدة من هذه الحركة. أولا نريد وضع بعض التأثيرات على هذه الصورة، على هذه الصورة نريد وضع بعض التأثيرات. طبعا هذه الصورة، هذه الخلفية، هذه الخلفية، الخلفية، وهذه صورة المسجد أظن، نعم المسجد، ممتاز. وهذه هنا الفاصل، هذا الفاصل بين الصورتين، الفاصل أو الزخرفة أو أي إن كان اسمه. هذه ياسين، وهنا اسم الشيخ، الشريم مثال، ممتاز. هنا هذا مربع النص أو مستطيل النص، مربع النص، ممتاز. الآن نحتاج الخلفية، لا نحتاج أي عمل فيها، نقفل الخلفية. المسجد، المسجد نحتاج أن نحضر، أنا يوجد عندي هنا، يوجد عندي هنا هذا كروما لحمام يطير. الآن نسحب الكروما، هذا الكروما أو الخلفية الخضراء، وهنا بعض التأثيرات كأنها ثلوج أو تأثيرات مضيئة. كيف نسحبها ونضعها على المسجد؟ هكذا نحضرها من هنا. في البداية نحضر هذه الشاشة الثلوج أو فوق المسجد. الآن أصبحت على كل الكومبوزيشن، على كل العمل، على كل العمل. نسحب من هنا، نسحبها إلى المكان الذي نريد أن تظهر عليه فقط، المكان الذي نريد أن تظهر عليه فقط. طيب كيف نجعلها، كيف نجعلها على الصورة فقط؟ في الفوتوشوب كنا نضغط Ctrl Alt G، Ctrl Alt G. أما هنا في الأفتر إفكت، هنا هذه تراك مات، التراك مات هنا نختار هذه ونضغط على المسجد. الآن انظروا أصبحت على المسجد فقط. طيب كيف نغير من المود، مود هذه الصورة هنا، مود نختار المود المناسب، إذا كان مناسب سكرين نختار سكرين. طبعا نظهر المسجد هنا بعد اختيار التراك مات، يختفي صورة المسجد تختفي، لا نظهر صورة المسجد، ونظهر هنا الثلوج هذه المتحركة. الآن لو شغلنا هذه، انظروا الثلوج متحركة، ترونها هذه الثلوج متحركة على العمل، ترونها، ممتاز ممتاز. الصورة، التأثير الثاني، التأثير الثاني تأثير الحمام. نحضر هذا الفيديو، نحضر هذا الفيديو لكن بشاشة خضراء، ونضعه فوق صورة، هنا ظهر مع الشاشة الخضراء، هنا هنا نضع المؤشر على بدايته، ثم نضغط على كنترول شيف دي، كنترول شيف دي ليقص لنا هذا الفيديو. الجزء الأول هذا لا نحتاج، نضغط ديليت أخفيناه. الآن نسحب هذا إلى البداية، ونرى آخر الفيديو هل أيضا نحتاج قص أو لا، لا ما يحتاج، ممتاز. الآن نصغر هذا الفيديو ونضعه
على صورة المسجد، نضع على صورة المسجد بالضبط. طبعا الحمام سيكون في الأعلى، ما يحتاج أن يكون في الأسفل. ممتاز، بقي معنا إخفاء هذا اللون الأخضر. إخفاء اللون الأخضر، إخفاء اللون الأخضر، نذهب إلى هنا إفكت، نذهب إلى الإفكت التأثيرات، نذهب إلى التأثيرات ثم إلى كي لايت. كي لايت هنا، هذه نضغط مرتين عليه أو نسحبه إلى هذا الفيديو. يظهر معنا هذه الإعدادات، نختار من هذه الإعدادات فقط. نحتاج الآن هذا اللون، نختار اللون الأخضر. بكل سهولة اختفى اللون الأخضر، اختفى اللون الأخضر. ننظر الآن إلى، طبعا مثل ما فعلنا في تأثير الثلوج أو الإضاءة، هنا نذهب إلى تراكمات ونختار المسجد ليكون داخل المسجد فقط. هذه الحمامات التي خارج المسجد تختفي. الآن ننظر إلى عدد، يوجد صوت، ما نخفي الصوت، نخفي الصوت. هذا الحمام، ممتاز. إذا أردنا تغيير لون الحمام نستطيع من المود، نختار اللون الذي يعجبنا، مثال اللي يكون لونه أزرق مع نفس الخلفية. الآن تبقى معنا تحريك هذه الزخرفة أو هذا المستطيل. كيف نحركه؟ في البداية نتأكد من أمر، هو موجود في مربع النص. نتأكد من أمر مهم جدا، ألا وهو التوسيط، توسيط الأنكر بوينت. أول شيء نوسط الأنكر بوينت. طبعا تستطيع توسيط الأنكر بوينت إما من هذه الإضافة، هذه إضافة الآن في الوسط. لو أردنا الأنكر بوينت يمين، نضغط هنا، انظر انتقل يمين، وهنا يسار، وهنا في الوسط. أنا أريده في الوسط. انتهت مهمة هذا الإضافة. أو تستطيع من هنا، من أنكر بوينت، الأنكر بوينت تضعها في الوسط. الآن عندنا هذا الشكل، نريد هذا الشكل من الوسط، من الوسط ينبثق، من الوسط انبثاق من الوسط. طبعا المتحكم في هذا الأمر إما أن يكون البوزيشن أو السكيل أو الروتيشن أو الأوباسيتي، الشفافية، أو الاستدارة، أو هنا الحجم أو الموضع. أنا أحتاج سكيل هنا، في عرض وفي طول، في عرض وفي طول، العرض والطول. أنا أحتاج فقط العرض، لذلك نزيل هذا العلامة حتى ما يتحرك الطول مع العرض، ونضع هنا كي فريم. هذا العرض، نحتاج هذا العرض فقط، فنحرك هذا العرض إلى صفر، إلى صفر، نجعله صفر. انظروا اختفى صفر. الآن لو تحركنا بالمؤشر ينبثق، انظروا من الوسط إلى أن يصبح 100%. في آخر العمل أريد أن يرجع مرة ثانية، أنسخ هذه العلامتين وأذهب إلى آخر العمل وألصق العلامتين. طبعا الآن ألصقت العلامتين هنا، هذه الكيفريمين، ستكون هنا صفر وهنا 100. أنا أريدها العكس، هنا 100 وهنا صفر. كيف العمل؟ نقوم بتظليل وتحديد، نقوم بتحديد هذه العلامتين، ونضغط زر الفارة الأيمن ونختار هذا الاختيار، ثم هنا العكس ليعكس لنا الكيفريمين. الآن عكس الكيفريمين، انظروا الآن نرى كيف يعمل.
الضرورة ينبثق من الوسط إلى في آخر العمل يعود مرة ثانية. طبعا نريد أكثر مدة، أيضا بطيء. ممتاز، بقي عندنا هذه صورة ياسين واسم الشيخ، هنا نريد أن نعمل لها تلاشي أو دخول. طيب الآن هنا خروجها، انظروا تخرج مرة واحدة سورة ياسين والشيخ سعود، نأتي على سورة ياسين ونضغط على حرف التي اللي يخرج لنا الشفافية الأوباسيتي، طبعا هنا نضغط 100%، وفي البداية نجعلها 0. الآن ننظر إلى سورة ياسين كيف تخرج. تخرج بشكل أفضل، تخرج بشكل أفضل. نأخذ هذه الكي فريم ونذهب إلى اسم الصورة، اسم القارئ، ونضع هنا مسخ، وهنا وضعنا لصق. نضغط حرف اليو ونرى كيف كان العمل الآن. أفضل، أفضل بكثير. بقي معنا الآن الآيات، الآيات كيف نحضر الآيات. عندنا هنا هذا الآيات داخل، نجدها داخل ملف وورد، نجد الآيات داخل ملف وورد، أو صور نأخذها كصور بي دي اف، الخط العثماني طبعا، أخذ الآيات من الوورد أفضل بالنسبة لي. طبعا أفضل بالنسبة لي الآيات أخذها من الوورد، ونذهب إلى الأفتر إفكت، نختار هنا كتابة ونرفع الكتابة الأعلى حتى ما تختفي. هنا الكتابة نختار لصق، ونتكررت هنا، نحذف هذه الثانية. انظروا هنا، حافظ على شكل نهاية الآية أو ترقيم الآية. هذه الآية الأولى، هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي تليها، الآية الثانية التي تليها، كيف نكتب الآية الثانية التي تليها؟ طبعا نسحب الآن، نحضر الصوت هنا، نسحب من هنا صوت القارئ ونضع الصوت هنا، ونستمع للصوت، وبناء على الصوت نضع الآيات، بناء على الصوت نضع الآيات. تبدأ الآية من هنا مع الصوت وتنتهي مع قراءة القارئ. نفترض أنها انتهت هنا، أنا لن أضع صوت الآن، نفترض أنها انتهت هنا، ثم نكتب الآية التي تليها. أنا سأكتب الآية التي تليها بهذا الشكل، أضغط كنترول دي لتكرار هذه الآية، وأسحب الآية هنا وأذهب إلى الوورد وأختار الآية التي تليها مع رقم الآية، وأضغط نسخ الأفتر إفكت، وأضغط على هذه الآية وأقوم بتعديلها وأضع الآية. الآن بعد كتابة الآيات أو نسخ الآيات ولصقها هنا الآيتين، هذه الآية الأولى وهذه الآية الثانية، نريد أن نضيف عليها تلاشي أو شفافية هكذا. انظروا من شفافية ثم تظهر هنا الآية. إما نفعل مثل هذه الحركة أو
نجعلها تدخل من اليمين لليسار. هذه الطريقة الثانية الآن، طريقة الشفافية. نعمل على الأوباسيتي هنا من 0 إلى 100. انظر الآيات هنا في البداية الآية، انظروا تخرج شفافية 0 إلى 100، ثم هنا تتلاشى. هذه الطريقة الثانية للعمل، غير طريقة دخول الآيات من اليمين إلى اليسار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدروس القادمة بإذن الله نشرح كيفية مونتاج وتنسيق الصوت مع الآيات.